مشوار؟ يعني الوضع الاقتصادي اللي حصل الآن والأشياء اللي صارت غالية علينا، فطبعاً الراتب ما صار بيغطي زي أول، فاضطريت إلى أني أشتغل. وفي أشياء كثيرة دخلت علينا، يعني في أشياء تطورت المملكة، انفتحت المملكة، هذا زاد برضو عبء على الأسرة من ناحية أنه ترفيه الأولاد وش اللي يحتاجون الأولاد، وكل أب وأم ما بدهم يكسرون خاطر أولادهم بأي شيء، فيضطرون انهم يوفرون الشيء هذا لهم لو عن طريق حساب صحتهم انهم يشتغلون طول اليوم. انا لما اطلع من دوامي فكرت اني اشتغل الشغله هذه، بديت امر على الاسواق، بديت امر على المستشفيات، اسال بعض النساء حابين توصيل، حابين كذا، بعضهم كانوا يستنكرون الشيء هذا او يستغربون، وبعضهم يحبون يخوضوا التجربه ان نركب مع واحده ست. الحمد لله صاروا لما يركبون معي ياخذون رقمي ويتواصلون معي بعدين اني اوديهم مشاوير اخرى ثانيه. أطلع من دوام الساعة 10، بعد الساعة 10 نفس الشيء أمر الأسواق القريبة من مكان عملي، أخذهم يعني بعض النساء أخذ بعض كذا أوديهم نفس الشيء يعني الأماكن زي كذا. وأحيانا أخذت الممرضات معي، أنا مركز طبي أخذ الممرضات كلهم أشوفهم يطلبوا أوبر أقول لا تطلبون أوبر، أنا أو كريم أو شيء مثل كذا أقول أنا موجودة، فيركبون معي ووصلهم. أنا قلت لك بالنسبة للراحة النفسية أولاً إنه أنا يعني مع مرأة، لما أكون أحياناً متعطرة فما عندي مشكلة إني أركب معها، الأمان يعني إحساس بالأمان، وأهم شيء طبعاً زي ما قلت لك دعم المرأة، يعني أنا أحس إني لما أطلب فهدة يعني تحديداً إنه أنا بطريقة إنه أرتاح نفسياً، يعني إنه أدعمها يعني.